مطعم عيش وملح. ناس ما عندهمش رحمة وناس صهاينة محدش ياكل عندهم، أكلهم ملوث. ودخلت عندهم قطة صغيرة جعانة جدا، كل اللي هي عملته ان هي دخلت بس مشيت بين الترابيزات. عامل من المحل شالها حدفها على طول دراعه، جالت تحت عربية، عجل عربية اتهرست. كل الناس اللي في المطعم قامت تبص على القطة ويزعقوا ويعترضوا، وعمال المصنع يضحكوا ويسخروا منهم ويقول لهم وايه يعني هي قطة. أمم أمثالكم إن شاء الله تدوقوا من نفس الكاس، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. والناس عاملة عليكم حملة، وإن شاء الله المطعم هيتقفل. المطعم الزبالة بتاعكم ده اللي بتحمروا فيه البطاطس بزيت موتوسيكلات، وتجيبوا فيه لحوم معفنة، وبتجيبوا في الفراخ برازيلي. وحسبنا الله ونعم الوكيل فيه، ربنا ينتقم منكم يا رب.